المحاضرة التانية كانت بتتكلم على بعض الترمينولوجي زي Classification, Taxonomy, Systematics ونعرف الفرق ما بينهم. تاكسونومي هو علم بيشمل ثلاثة اوبجكتيفز، اهم الثلاثة اوبجكتيفز دولت عبارة عن او ثلاثة اهداف دول عبارة عن تعريف Identification وNaming اللي هي النومنكلتشر او التسمية، وثالث حاجة Grouping العينات دي او الكائنات الحية ديت في مجموعاتها تبعا لسيستم معين اللي هو Classification. يبقى الكلاسيفيكيشن ما هو الا احد الاوبجكتيفز او احد الاهداف بتاعه التاكسونومي، لكن لو جينا شفنا السيستماتكس ده يعتبر علم اوسع شويه، الكونسبت بتاعه اشمل من التاكسونومي. فالسيستماتكس ده يعتبر برودر ساينس بيشمل الكلاسيفيكيشن بتاع الاورجانيزمز بيزد اون سيميلاريتي، ممكن البيوجيوغرافي، ممكن الايفوليوشنال ريليشن شيبس، يعني علم اشمل ويدرس كمان شوية علوم أخرى متعلقة بالكائنات الحية. يبقى السيستماتيكس لو احنا مثلنا كل مصطلح بأمبريلا، يبقى الأمبريلا الأشمل هي السيستماتيكس، تليها التاكسونومي، تليها الكلاسيفيكيشن. وخدنا كل اوبجيكتيف، كل هدف معناه ايه؟ الايدنتيفيكيشن، نومنكلتشر، و اتعرضنا لمصطلح تاني اسمه الفايلوجيني، والفايلوجيني دوت يعتبر دراسة الهيستوري التطوري للكائنات الحية، بنعمل من خلاله حاجة اسمها الايفوليوشنري تري. الانواع التاكسونومي كاركترز ممكن ناخد الصفات اللي نقدر نبني بيها نظام تصنيفي من عدة مصادر، مورفولوجيكال او اناتوميكال او فيسيولوجيكال او بيهيفيورال كاركترز، ايكولوجيكال كاركترز، ممكن اخد الصفات من الكروموزومز يبقى سايتوتاكسونومي، او من خلال الدي ان اي والار ان اي والبروتينز والالوزايمز والانزايمز عموما يبقى موليكولار تاكسونومي او موليكولار كاركتر. لو استخدمت المواد الكيميائيه اللي داخل الكائن الحي يبقى انا بعمل كيمو تاكسونوميكال او كاركترز، تعتبر صفه تصنيفيه كيميائيه. بيبقى فيها مايكرو مولكيولز وماكرو مولكيولز، الماكرو مولكيولز زي الدي ان اي، والمايكرو مولكيولز زي الفلافونويدز والتانينز او الفينوليك كومباوندز اللي هي الاكتيف كونستيتوانتس اللي موجوده في الكائن الحي. اتعرضنا بعد كده في المحاضره الثانيه عن نظام التسميه الثنائي اللي عمله النيس، وعرفنا ان كل كائن حي لازم يتكون من مقطعين، المقطع الاولاني اللي يسمى الجينيريك ابيثيت والمقطع الثاني السبيسيفيك ابيثيت، وعرفنا الوحدات التصنيفية اللي عملها لينيس. أكبر وحدة تصنيفية كانت الكينجدم، وأصغر وحدة تصنيفية هي السبيشيز، ولازم نبقى عارفين الهيراركي بتاع الوحدات التصنيفية من الكينجدم لحد السبيشيز. دي صفات الباينوميال سيستم أو النومنكلتشر اللي أنا قلتها من شوية، وكده يبقى ده ملخص المحاضرة الثانية.